شفت اللي حصل مع ريال مدريد؟ الفريق من اول 3 ماتشات خد 5 نقط بس، والناحيه الثانيه برشلونه نازل عجن في كل فرق الدوري ولسه حاطط على بلد الوليد 7-0، والريال يا عيني بعد ما جاب كيليان مبابي شكلها كده باظت معاه، والدنيا مش احسن حاجه. والفريق اللي خد الدوري ودوري الابطال مرتين اخر 3 سنين شكله داخل دوامه مش هتعدي على خير. طب هي المشكله فين؟ ده فلورنتينو بيريز اشترى كل نجوم العالم وعمل جلاكتيكوس جديد. طب مش يمكن هي دي المشكله؟ الجلاكتيكوس ده وشله النجوم دي اكيد بيكون لها ضحايا ولا ايه؟ لعيبه بتخاف على مكانها ومخها مشغول بالعروض وحاجات تانيه بره الملعب، وده بيجي على حساب الفرقه. ولو فاكر بقى اخويا ان رودريجو والخوف من رحيله بسبب وجود مبابي وفينيسيوس دي حاجه اول مره تحصل في الفريق. تعال احكي لك على اللي حصل زمان. قول لي الزمان، ارجع يا زمان. بس قبل ما نبدا برضو لازم تديني لايك تمام وتفعل زر الجرس والفولو الجامد لو بتشوفنا من الفيسبوك، تعال ندردش شويه. اللاعب الاول اللي كان من ضحايا الجلاكتيكوس الاول هو واحد من افضل مهاجمي اسبانيا اللي شفناهم، وهو فرناندو موريانتس اللي حقق دوري ابطال اوروبا 3 مرات مع النادي الملكي. موريانتس كان واحد من افراد الجيل اللي رجع ريال مدريد للبطولات الاوروبيه بعد غياب 32 سنه، وفاز بدوري الابطال سنه 98 و2000 وكمان 2002، ده غير انه سجل في نهائي 2000 ضد فالنسيا. لحد ما قرر فلورنتينو بيريز بعد كاس العالم 2002 انه يتعاقد مع الظاهره رونالدو، وهنا بدات المشكله، لان طبعا رونالدو هو اللي هيلعب، ودور موريانتس مع الريال بدا يقل لحد ما تراكن على الرف، وكمان النادي كان عاوز يتخلص منه باي شكل، لدرجه ان بيريز كان موافق يبيعه وقتها لبرشلونه. ساعتها قرر موريانتس ان كده، وانتقل على سبيل الاعاره لنادي موناكو الفرنسي في 2004، وانتقم من الريال في ربع نهائي دوري الابطال لما سجل فيهم في الذهاب والاياب وخرجهم من البطوله، وكمان كسب جائزه هداف البطوله بتسع اهداف. اما راؤول بقى ورونالدو فسجلوا هما الاثنين 6 اهداف بس. خدها قاعده بقى، دايما كان في لعيبه بتتظلم بسبب حلم فلورنتينو بيريز بتكوين الجلاكتيكوس، زي ارين روبن الجناح الهولندي الطائر وصاحب الار 2 الشهيره، كان واحد من نجوم ريال مدريد لمده 2 عامين، وكسب مع الريال بطوله الدوري والسوبر الاسباني، وكان شايل الفريق على كتفه في مواجهه برشلونه. ولما رجع بيريز لرئاسه الريال قرر يعمل جلاكتيكوس جديد في 2009، واشترى رونالدو وكاكا وبنزيما، والكل قال لك هيبقى عند خط هجوم نار، روبن على اليمين ورونالدو على اليسار وسط رياسطار. لكن للاسف بيريز قال لك احنا صرفنا كتير ومحتاجين نبيع كام واحد كده، واولهم الهولندي الاقرع ده. وفعلا روبن بدا يدور على عروض لحد ما راح بايرن ميونخ، وهناك عمل تاريخ خلاه من احسن الاجنحه في تاريخ الكوره، وكان سبب في حرمان الريال من دوري ابطال اوروبا في 2012 لما طلعهم من نص النهائي. ايه ولا انت ناسي؟ وسجل في العوده على ملعب البرنابيو في الماتش اللي انتهى بفوز البايرن بركلات الترجيح. وفي نفس الصيف بتاع 2009 قرر بيريز انه يبيع لعيب هولندي تاني غير روبن، وهو ويسلي شنايدر اللي انتقل لانتر ميلان علشان يلعب تحت قياده جوزيه مورينيو ويكون حجر الاساس في ثلاثيه انتر التاريخيه. وفي 2010 لما كان ريال مدريد بيخرج كالعاده من دور ال 16 على ايد ليون في دوري ابطال اوروبا، كان شنايدر مع الانتر بيلعب النهائي على ملعب البرنابيو، وبيحقق الثلاثيه الاوروبيه اللي ريال مدريد ما حققهاش لحد النهارده، وقبلها قدر يتفوق على برشلونه في نص النهائي ويحرمه من الوصول للمباراه النهائيه، وده للمره الثانيه على التوالي. اما جيل 2014 واللي حقق العاشره التاريخيه مع كارلو انشيلوتي، فهو كمان كان عنده ضحايا ولا انت ناسي؟ زي مسعود اوزيل اللي قدم 3 مواسم ولا اروع مع ريال مدريد تحت قياده جوزيه مورينيو، لكنه اتفاجئ ان الريال بيتعاقد مع جاريس بيل واسكو، وطريقه اللعبه هتتغير ل 4-3-3، وفهم ان مكانه بقى مهدد. وبعد ما كان نجم الريال الثاني بعد رونالدو ممكن يتحول للعيب على الدكه، ده اللي خلاه يطلب الرحيل من النادي ويشوف العروض المناسبه لحد ما انتقل لنادي ارسنال، وخاصة
خسر ريال مدريد احسن صانع لعب في العالم، لكن علشان الفريق كسب بعدها فمحدش كان مركز قوي، وهو ده نفس اللي حصل للعيب تاني وصل الريال في نفس الوقت مع مسعود اوزيل، وهو انخيل دي ماريا اللي كان واحد من نجوم العاشره وتحديدا النهائي ضد اتلتيكو مدريد واللي خد فيها جايزه رجل المباراه. لا صحصح معايا. وبعد البطوله طلب زياده في مرتبه، وكان فاكر ان بيريز هيقول لك عيوني يا حبيبي ده كفايه اللي انت عملته، لكن المفاجاه ان بيريز قفش ورفض يديله المرتب اللي هو عايزه، وقال له ولا لو مش عاجبك هات عرض وامشي ولا. وفعلا دي ماريا اتقمص هو كمان وقرر يروح مانشستر يونايتد، وبعدها راح باريس زي ما كلنا عارفين، وعلى طول الريال جاب مكانه خيمس رودريجيز هداف كاس العالم، اللاعب اللي عمل اول موسم حلو وبعدها اختفى ومحدش عارف بقى هو بيعمل ايه دلوقتي. بس لو انت جامد انزل قول لنا في الكومنتات هو بيلعب في فريق ايه دلوقتي. اما بقى المثال الاشهر لضحايا فكره الجالاكتيكوس هو الفرنسي ميكاليلي، واللي كان الجندي المجهول في تشكيله الريال وافضل محور دفاعي في العالم ويمكن الافضل في التاريخ، لحد ما قرر في يوم ما طلعت له الشمس انه يطلب هو كمان من فلورنتينو بيريز زياده في الراتب. ما هو لما كل موسم الفريق يجيب نجم كبير واخرهم كان ديفيد بيكهام يبقى حقه يطلب شويه فلوس هو كمان، هي جت عليه. والباقي طبعا كلنا عارفين، بيريز ما قابلوش اصلا وبعت له فالدانو قال له ده اللي عندنا، يلا مش عاجبك انت كمان هات عرض وامشي. وراح ميكاليلي لتشيلسي ب 25 مليون يورو، وده كان السبب في انهيار فرقه ريال مدريد وقتها، وغير مشاكل الجالاكتيكوس جوه الملعب وان مفيش طريقه لعب منظمه تستحمل كل النجوم دي مع بعض، فكمان في مشاكل بره الملعب وبالذات اللي كان بيحصل جوه اوضه اللبس، لان كل نجم جديد بيوصل مدريد ده معناه ان واحد من اللعيبه القديمه هيخسر مكانه في التشكيله، زي ما حصل مع انيلكا اللي قال انه كره حياته لما كان في ريال مدريد بسبب اللي كان بيحصل في اوضه اللبس. وغير كده هتلاقي لعيبه اتظلموا بسبب النجوم الكتير اللي كانوا موجودين في الفريق، منهم لعيبه متالقه دلوقتي زي اشرف حكيمي وسيو هرنانديز وكمان مارتن اوديجارد اللي مكسر الدنيا مع ارسنال اخر موسمين. ومهما حصل ففرقه مدريد اللي موجوده دلوقتي دي هيبقى ليها ضحايا وفي حد هيطلع من الفريق، والاقرب طبعا هو رودريجو اللي مش بمهاره فينيسيوس ولا عنده شخصيه وحضور بيلينغهام. اما في المقارنه مع امبابي هيكون رودريجو هو الخسران من غير تفكير، ولو الفريق ده اتكتب له النجاح فاكيد ان في حد هيكون الضحيه الجديده لمشروع الجالاكتيكوس، واللي حصل زمان هيتكرر تاني قريب. ولو انت يا سيدي عندك راي مختلف انزل قول لنا عليه في التعليقات، انا مش خايف منك بس من فضلك بعد ما تدينا اللايك والشير لو انت على فيسبوك والاشتراك في القناه لو انت على يوتيوب. سلام يا صديقي.